نص كلمة بقلم أحمد رجب بدأ اتحاد الكرة العالمي في التراجع عن إقامة المونديال في قطر بعد أن فاحت رائحة الرشوة كما جدت مشكلة وهي إذا شاط لاعب قوي الكرة فتخطت الحدود إلى الإمارات لصغر البلد فعرضت قطر عمل معاهدة مع الإمارات لإعادة الكرة وما العمل إذا رفضت الإمارات المعاهدة وصمم الحكم على اللعب بنفس الكره وقالت قطر لا مشكله الرشوه جاهزه للحكم واجتمع السكرتير العام لاداره الرشاوي القطريه مع الحكام الذين رفضوا مليون استرليني للعب بنفس الكره ويطلبون مبلغا اكبر ولا تزال المفاوضات مستمره احمد رجب اداء صوتي ياسر حمايه